السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء. اليوم سنكمل أمثلة إضافية حول الإنتاجية نموذج بي. طبعا لدينا سؤال يقول: ما هو عدد المحاريث الحفارة بالدونم التي من الممكن استخدامها لحراسة حقل أبعاده 2 كيلومتر في 1000 متر؟ من انطاني حقل انطاني أبعاد الحقل معناته انطاني مساحة الحقل. بما انه انطاني مساحة وانطاني هذا الحقل او هذه المساحة يريدها ان تحرث او ان تحصد او ان اي تجرى اي عملية اخرى خلال 15 يوم، يعني انطاني مساحة، هاي مساحة، وانطاني زمن. فاذا المساحة على الزمن هي انتاجية، لكن يا انتاجية هاي قلنا نقدر نطلق عليها يعني الانتاجية المطلوبة او المرجوة، يعني الان اريدها، لكن هي بالحقيقة لا هي انتاجية نظرية، لأن الإنتاجية النظرية هي للآلة، تحكمها عرض الآلة الشغال وسرعة الآلة، والفعلية أيضا هي للآلة، لكن المطلوب في الشيء أنا أريده، فأريد أحسب أنه إيش كم محراث أجيب، إيش كم عازقة، إيش كم حاصدة، وهكذا. زين، إذا هاي الحقل اللي هو 2 كيلومتر في 1000 أريده أخلصه خلال 15 يوم. المحراث المستخدم مواصفاته كالآتي: 7 أسلحة، سرعة الأمامية هاي موجودة 3.6 مطينيها كيلومتر بالساعة، والكفاءة الحقلية أيضا موجودة، عدد ساعات تشغيل يومي 10 ساعات باليوم، والعرض الشغال للسلاح الواحد 25. فأني دائما من يطلب مني عدد آلات مطلوب، مثلا عدد محاريث مطلوبة، عدد حاصدات، أجي شو أقول؟ أكتب القانون. إحنا اللي قدام قلنا وين نروح؟ نروح على المطلوب رأسا، حتى لا أظن أني يعني بالقوانين أكتبها وما أعرف شو أسوي بها. فنجي نقول يابا عدد المحاريث، عدد المحاريث المطلوب أو اللازم شو يساوي؟ يساوي الإنتاجية المطلوبة، الإنتاجية المطلوبة أو شو نسميها، سميها المساحة، زين، أهم شيء الإنتاجية المطلوبة مقسومة على شنو؟ على إنتاجية المحراث الواحد. يا إنتاجية، إنتاجية المحراث الواحد، بس شنو الفعلية؟ طبعا هنا انتاجية فعلية، لأنه قلنا إذا نحسب عن نظري هيك حال ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي يعني رقم مو صحيح، راح يطلع عندي عدد محاريث أقل، وربما راح يعني ما ينجز العمل خلال 15 يوم، ينجز مثلا خلال أكثر من 15 يوم. زين، من أنا عندي هسه انتاجية مطلوبة وانتاجية المحراث، نيجي على وحدة وحدة. الانتاجية المطلوبة موجودة، خلينا نشوف الإنتاجية المطلوبة شو تساوي ببساطة شديدة. الإنتاجية المطلوبة ببساطة المساحة اللي أنا أريد أكملها، المساحة المطلوبة، طبعا هذا القانون ما راح تلقوه بالكتاب لكن هو يعني صحيح، على الزمن المطلوب. زين، المساحة المطلوبة ايش قد؟ نجي هنا راح نضيف خطوة إضافية، مثلا خلي هنا أقول المساحة، المساحة المطلوبة تساوي 2 كيلومتر، طبعا هنا لازم أحولها شنو؟ أحولها متر. فإذا هنا شو أكتب؟ أكتب 2 كيلومتر في، من أحولها شلون أحولها؟ كيلومتر هنا أخلي متر، هنا أخلي ألف، هنا واحد، فكأنها مضربت في ألف. هذا بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى يعني أحد أبعاد الحقل، لكن أضربه في البعد الثاني اللي هو الألف، ما يراد لها يعني هي ومطينيها جاهزة ألف متر، فش راح يصير عندي؟ كأنما راح يصير عندي 2000 في ألف. طبعا هنا أقسم هذا كل المقدار على 2500 حتى يطلع لي الناتج بالدونم. فإذا 2000، العفو، مليونين مقسومة على 2500 راح يطلع لي الرقم كالآتي. هسه إذا نقسمه بالحاسبة راح يطلع عندي مليونين
مقسوم على 2500 يطلع عندي 800 دونم. ثمانمية دونم هاي المساحة المطلوبة. زين، نجي نرجع على القانون ونقول إذا الإنتاجية المطلوبة، بعد ما أعيد القانون لأنه كتبت لي فوق بس أجي أعوض رأسا، الإنتاجية المطلوبة راح تساوي لي، راح تساوي لي الثمانمية دونم اللي أنا هسه يعني استخرجتها ببساطة مقسومة على الزمن اللي هي 15 يوم. هنا الزمن أنت بكيفك، تريد تطلعه بالأيام، تريد تطلعه بالساعات. إذا تطلعه بالأيام فقط قسمة على 15، إذا بالساعات هنا ال 15 تضربها في عدد ساعات تشغيل يومية ما عندك مشكلة. بس هنا إذا الإنتاجية المطلوبة بالساعة باليوم لازم الإنتاجية المحراث أيضا باليوم، إذا هنا بالساعة إنتاجية المحراث أيضا بالساعة. فأنا إيش راح أسوي؟ راح أطلع هنا الإنتاجية باليوم بالساعة، فراح أضرب في عدد ساعات تشغيل يومية اللي 10. شو جيت تطلع؟ يعني غاية الأمر أنه أنت توحد الأمور، يعني ساعة ساعة يوم يوم، ما تأثر على الحال يعني. فنجي 800 مقسومة على 10 مضروبة في 15 يطلع عندي 5.3 شنو؟ دونم، بعد مو باليوم، بالساعة، لأنه أنا شنو؟ ضربت في 10. فإذا هذا شنو؟ هاي الإنتاجية اللي أنا أريدها بالساعة هلقد تكون. زين، نيجي على المحراث، إنتاجية المحراث، إنتاجية المحراث الواحد شو تساوي لي؟ طبعا مثل ما تعرفون، نعرف أن العرض الشغال في السرعة في الكفاءة، لأنه قلنا نستخدم إنتاجية فعلية، لأنه الإنتاجية النظرية هي حبر على ورق، فنستخدم الفعلية مطيني كفاءة هنا، ومقسومة طبعا على 2500 باعتبار أنا اشتغلت على الدونة، فاستمر أني شغلي على الدونة. زين، الآن نجي نعوض، شوف شنو الأمور عندنا هنا. العرض الشغال هو تقدر تخليه بخطوة إضافية، لكن أنا هنا راح أخليه اختصارا يعني. فالعرض الشغال هو عبارة عن 7 أسلحة، في منطين العرض الشغال 25 سنتيم، يعني 25 على 100 حتى حوله إلى متر. هنا بعد ما يحتاج أقسم على 2، لأنه هو إحنا قلنا بالنسبة للمحراث الحفار أو الآلات اللي تحتوي على صفين، هنا من ينطيني المسافة بين سلاح وآخر أقسم عدد الأسلحة على 2. أما إذا هو رأسا انطاني العرض الشغال للسلاح الواحد، فهو يعني حاسبها لي قدام، فأجف ما أقسم على 2، هو 7 في العرض الشغال للسلاح الواحد، هاي خلصنا من عدها، مضروبة في السرعة. السرعة شقد؟ 3.6، أضربها بألف 10 أس 3 على مود أحولها إلى متر فقط، الساعة أنا أحتاجها. والكفاءة اللي هي 75، هنا شوي حصير صغيرة بس ما يخالف تبين. هاي بالنسبة لش اسمه، أجي أقسم على شقد؟ أقسم على 2500. هنا بعد ما أستخدم عدد ساعات تشغيل يومية وما أستخدم عدد أيام، ليش؟ لأنه أنا بعد هنا طلعت الإنتاجية، هنا تلاحظون دونم بالساعة. هنا فرضا أنا لو هنا مقسم على 15، فهنا بعد ما طلع دونم بالساعة صير دونم باليوم، يعني هاي العشرة لو شايلها صير دونم باليوم. فهنا لازم شو أسوي؟ هنا أضيف على هذه الخطوة، أضرب في عدد ساعات التشغيل اليومية اللي هي 10 حتى هم يطلع لي دونم باليوم. زين، إذا أصلا ما قسمت على 15 ولا على 10، فقط 800، هاي 800 خلال 15 يوم، فهنا لازم شو أسوي؟ هاي الإنتاجية هم أطلعها خلال 15 يوم، يعني أضرب في 10 هاي صارت باليوم، وأرد أضرب في 15 هاي صارت خلال 15 يوم، فالناتج اللي يطلع ما كتب بعد دونم باليوم لو دونم بالساعة، أقول دونم شخطة لكل 15 يوم. بس إحنا هذا الحل يعني أيضا هو ما بي أي مشكلة وماشي. زين، نجي هسه نشوف الناتج قد راح يطلع عندنا، نحسبه بالحاسبة اللي هو راح يكون كالآتي: 7 مضروبة في 25% مضروبة في 3.6 في 10 أس 3 في 75% ومقسوم على 2500، يطلع عندي 1.1
1.89. شنو هاي هسه؟ هاي دونم بالساعة، دونم بالساعة. إذا هذا شنو؟ هاي إنتاجية المحراث الواحد. أجي وين أعوضها؟ هنا بعد ما راح أكتب لي جوا، راح أعوضها هنا. هاي الأرقام راح أعوضها هنا، أكتبها بلون آخر حتى تشوفوها. نقول إذا هنا جوا نكتب، أنتوا يعني المفروض تكتبوها جوا، ويساوي عدد المحارث المطلوبة. الإنتاجية المطلوبة شنو هي؟ 5.3 دونم بالساعة. إنتاجية المحراث الواحد 1.89 دونم بالساعة. فدونم بالساعة راح تروح ويا دونم بالساعة، يطلع لي رقم خالي من الوحدات لأنه هو عدد، عدد محاريث. فأقول 5.3 مقسوم على 1.89 راح يطلع لي 2.8 تقريبا. نقربها طبعا، قلنا العدد ما يصير مطلب انك عدد آلات معينة، محاريث، حاصلات، ما يصير تستخدم كسور. فنقربها لأقرب رقم، فهو أقرب رقم إلها راح يكون 3 تقريبا. تعرفوا إذا 5 وفوق البوينت، إذا 5 وفوق يتقرب للأعلى، إذا 5 وجوه للأقل. وتبقى هي شغلة الاقتصاديات شغلة اجتهادية، يعني أنت مثلا حتى لو يطلع لك مثلا 2.2 2.3 تقدر تقربها الثلاثة، راح يعني حتى تكون بالسيف سايد، إنه أنت مطلوب منك 15 يوم، فلا بأس أنه تجيب مثلا مكان ما تجيب آلتين تجيب 3 حتى في سبيل أنه تضمن. يعني هاي تبقى شغلة اجتهادية. فش نكتب؟ نكتب 3 محاريث. هذا هو الحل بالنسبة لهذا السؤال. طلاب عندنا هنا سؤال آخر يقول حادلة ملساء خماسية الوحدات، وكان عرض الوحدة الواحدة 200 سنتيمتر، إذا نقدر نقسمها على 100 حتى تتحول إلى متر. تستخدم في حد الأرض مساحتها 80 دونم، نعطينا مساحة الأرض، بسرعة 4.4 ميل بالساعة. تعرفون أنتوا هنا مطين الوحدات ميل بالساعة، لازم أحولها كيلومتر بالساعة أو متر بالساعة. وأثناء عملية الحادل كان هناك تداخل بين خطوط المرور للحادل، هذا التداخل راح يؤدي إلى ضياع جزء من العرض الشغال مقداره 150 سنتيمتر، اللي هو يعني متر ونص بعد ما قسمه على 100 حتى حوله إلى متر. كما أن الزمن الضائع في الدوران 6% من الزمن الفعلي. هنا ما انطاك عدد الاستدارات وعرض الحقل وغيرها، سهل عليك الأمر، انطاك فقط يعني تقدر تستخرج الزمن الفعلي، ومن عنده تقدر تضرب في 6% 0.06 حتى تستخرج الزمن الضائع في الدوران. يريد الزمن الكلي. إذا أنا الهدف مالتي شنو هسه الآن؟ الزمن الكلي. نجي نكتب مثل ما تعلمنا، الهدف هو الزمن الكلي. إيش راح يساوي للزمن الكلي؟ يساوي زمن الحدل الفعلي زائدا زمن الدوران اللي هو منطينيها 6% من الزمن الفعلي. زين هنا ايش راح اسوي؟ راح اجي زمن الحدل الفعلي موجود عندي لا، فاستخرجه، فاقول يابا زمن الحدل الفعلي ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي طبعا تعرفون هذا المثلث اللي سويناه، الانتاجية ايش تساوي؟ تساوي مساحة على الزمن. زين الزمن ايش يساوي؟ مساحة على الانتاجية. اذا الزمن الحادث ايش يساوي؟ يساوي المساحة على شنو؟ على الانتاجية. يا انتاجية بما انه يريد زمن حد الفعلي، اذا على الانتاجية الفعلية، انتاجية الفعلية. زين هنا المساحة منطينيها مو صحيح، مش قد منطيني المساحة، منطينيها 80 دونم، اذا احتاج استخرج فقط شنو؟ الانتاجية الفعلية. انتاجية الفعلية القانون مالتها البسيط انه عرفه، الانتاجية الفعلية راح تساوي لي؟ راح تساوي لي العرض الفعلي. ليش العرض الفعلي؟ لانه شلون احصل انتاجيه فعليه واني ما عندي يعني ما منطيني هنا كفاءه،
ما منطيني كفاءه، فمنطيني عرض فعلي فاقدر اتشلب به واستخرج منه الانتاجيه الفعليه. وقلنا طبعا الانتاجيه الفعليه هي بهذا القانون ما راح تكون دقيقه جدا، لكن نشتغل على الموجود. العرض الفعلي مضروب في شنو؟ في السرعه، ومقسوم على ثابت التحويل اللي هو 2500، لانه هو منطيني شنو؟ منطيني دونم، فاقسم على 2500. زين، نجي نعوض. هنا تقدر تسوي خطوه اضافيه، تقول العرض الفعلي ايش راح يساوي؟ يساوي عدد الوحدات في عرض الوحده الواحده، ويساوي عدد الوحدات 5، هو قايل لي خماسيه، مضروب في شنو؟ مضروب في 200، لكن هاي ال 200 راح احولها الى متر اقسمها على 100، فكانما راح يصير 2 متر ويساوي 10 متر. هاي شنو هذا العرض؟ العفو، هذا مو العرض الفعلي، هذا العرض النظري. يعني هنا المفروض انا ايش اكتب؟ اكتب العرض النظري هذا، العرض النظري. الفعلي شو يساوي؟ العرض الفعلي راح يساوي العرض النظري، هو بالسؤال قايل لي العرض النظري ناقصا 150 سنتيمتر، يعني متر ونص، يعني 150 على 100، هاي هياتها. اذا 10 ناقصا 1.5 ناقصا 1.5 راح يساوي لي 8.5 متر. هذا شنو هو العرض الفعلي اللي انا راح استخدمه واعوضه بالقانون مال الانتاجيه الفعليه. زين، نقول اذا الانتاجيه الفعليه، عفوا، الانتاجيه الفعليه ايش راح تساوي؟ راح بعد ما اعيد القانون، العرض الفعلي هو 8.5 مضروب في السرعه اللي هي 4، بس انتبه هنا 4.4 ميل بالساعه. الميل احتاج احوله، ليش؟ انه 8.5 متر، فاحتاج احوله ايضا الى كيلومتر ومن ثم الى متر، او راسا الى متر. فثابت التحويل اللي هو هنا نخلي ميل، وهنا اخلي كيلومتر على سبيل المثال، فواحد ميل هو 1.609 تقريبا كيلومتر، مضروب انه في 1000 حتى يتحول الى متر، يعني هنا 1000 متر لكل كيلومتر، وما مطيني كفاءة. فاذا هذا اللي اقدر استخرجه منه، واقسم على 2500 حتى احول الى دونم. هنا بعد ما نطبق القانون نشوف الارقام ايش قد يطلع حاصل ضربها. نقول 8.5 مضروبة في 4.4 ميل بالساعة، مضروبة في 1.609 كيلومتر لكل ميل، مضروبة في 1000 متر لكل كيلومتر، ومقسومة على 2500. طبعا هنا هنا انه تقدر انت تطلع السرعه بخطوه، يعني تحول السرعه في خطوه اضافيه، لكن انا سويتها في خطوه واحده، فالناتج راح يطلع عندي، بس خلينا نتاكد، 8.5 هنا 4.4 راح يطلع عندي 24 تقريبا، 24 دونم بيش بالساعه. اذا بهالحاله هاي انا شنو هسه طلعت الانتاجيه الفعليه. المساحه عندي موجودة، إذا زمن الحدث الفعلي أقدر أستخرجه بهذا القانون، فراح أكتبه بصفة هنا. أنتم تقدرون تسووها خطوة إضافية اللي جوا، لكن حتى نستفاد من المساحة، فراح أكتبه هنا ويساوي المساحة إيش قد عندي؟ 80 دونم. والإنتاجية الفعلية هاي أنا استخرجتها تقسيم 24 دونم بالساعة، فراح يطلع ليش كم ساعة؟ فنقسم هسه عندنا 80 مقسومة على 24 راح يطلع لي 3.3 ساعة. هذا شنو؟ هذا زمن الحدث الفعلي.
لازم شو اضيف له؟ زمن الدوران. اذا هنا شو اقول؟ اسوي خطوه اضافيه لي جو، بس انا راح اكتبها هنا فوق. اذا هنا شو يصير عندي؟ يساوي لي الزمن الكلي 3.3 زائد 0.06 في 3.3 يطلع 3.4. 3 انا اريد نكتبها 3.498، او تقدر تكتب 3.5 نفس الشيء ساعة. هاي كانت البوينت من بينه، فهسه وضحناها. فهذا الحل مال هذا السؤال اللي يعني حله جدا بسيط، بس تنتبهوا على الوحدات. هاي الميل نحولها الى كيلومتر، والكيلومتر ايضا نحولها الى متر، وهاي ال 150 سنتيمتر حولها الى متر، ال 200 سنتيمتر. سؤال بسيط ما بي اي صعوبه. ننتقل الى السؤال اللي بعده. طلاب، هذا السؤال شو يقول؟ يقول محراث مطرحي قلاب يتكون من 5 ابدان، عرض البدن 1.35 سنتيمتر. اذا اعطاني العرض الشغال للمحراث. سرعة الساحبة اثناء عملية الحراسة 3.6 كيلومتر بالساعة. يريد اولا معدل اداء النظري ومعدل اداء الفعلي، هذا اول مطلب. المطلب الثاني الزيادة في الكفاءة الحقلية عند زيادة طول الحقل الى 2 كيلومتر اذا كان طوله 800 متر. ومعطيك ايضا معلومات اضافية، مساحة الحقل معطيك اياها 70 دونم، العرض الفعلي معطيك اياه، وزمن الاصلاح والتركيب في الحقل معطيك اياه مباشر، يعني 6% من زمن الحرث الفعلي، ومعطيك زمن الدوران لكل استدارة او لكل فترة زمنية. فانت هنا خلينا نجي على مطلب، احنا قلنا دائما نشوف شنو المطلوب، الهدف، ونروح عليه. فالف شي يريد معدل الاداء النظري. معدل الاداء النظري شو يساوي؟ يساوي يعني الانتاجية النظرية يقصد بها، يساوي العرض النظري، العرض الشغال النظري مضروب في السرعة ومقسوم على 2500. ليش 2500؟ لأنه هو ده يتعامل ويا دونم بالسؤال، ف 2500 هنا ايش راح يساوي؟ اللي راح يساوي العرض النظري، هو تقدر تسوي بخطوة إضافية لكن هنا راح اختصر اني، 5 أبدان، عرض عدد الأبدان في عرض البدن الواحد اللي هو 35، رأسا نقسمه على 100 حتى حول متر، هذا عرض البدن، العرض الشغال، مضروب في السرعة 3.6 أحولها إلى من كيلومتر إلى متر، ومن ثم أقسم على 2500 ونشوف الناتج قد راح يطلع. الناتج راح يطلع 2.52 دونم بالساعة. زين، هنا بس خليني امسح ذني. اللي راح يصير شنو؟ اللي راح يصير انه انتقل الى معدل الاداء الفعلي. معدل الاداء الفعلي، معدل الاداء الفعلي راح يساوي لي العرض الفعلي في السرعة نفسها على 2500. زين، هنا العرض الفعلي نفس هذا العرض لكن مضروب في 0.9، 90% هي هو قال لي بالسؤال. ف 0.9 مضروب في 5 أبدان مضروب في 0.35 مضروب في 3.6 مضروب في 1000، هاي شوية بس القلم دا يقطع، ومقسوم على 2500. فهنا ايش راح يساوي لي؟ خليني اشوف ايش قد يطلع. راح يطلع 2.268 دونم بالساعة. طبعا هنا انت لاحظ بالانتاجية الفعلية لازم شرط انه يعني لازم تطلع هي اقل من النظرية. اذا طلعت اكثر
معناته اكو عندك خلل بالحل يعني. بعكس الزمن، الزمن النظري لا دائما يطلع اقل من الزمن الفعلي. هاي يعني ناقشنا هذا الموضوع. زين، الان المطلب الاول انتهى. المطلب الثاني شو يقول؟ يقول الزياده، احسب الزياده في الكفاءه الحقليه. من يقول لك الزياده في الكفاءه الحقليه؟ معناته شو يريد؟ يريد تحسب كفاءه حقليه في حاله رقم واحد اللي هي عندما يكون طول الحقل 800 متر، والكفاءه الحقليه عندما يكون طول الحقل 2 كيلومتر. طبعا هنا من يعطيك طول حقل مختلف بمساحه ثابته، معناته العرض ايضا راح يختلف. من العرض راح يختلف، الاستدارات راح تقل او تزيد حسب عرض الحقل، وبالتالي ضياعات الوقت ايضا راح تزيد او تنقص حسب عرض الحقل. فراح احتاج احسب الكفاءه الحقليه، لكن شنو؟ مو بقانون الانتاجيه الفعليه على الانتاجيه النظريه. نحسبها، احنا قلنا اذا ما انطاني ازمان استلجا الى هذا القانون، انتاجيه فعليه على انتاجيه نظري. اما اذا انطاني ازمان مفصله فالجا الى الزمن النظري على الزمن الفعلي من احسب الكفاءه. فاذا هنا شو اقول؟ اقول يابا في حال عرض الحقل 800 متر، خلينا نشوف شنو راح يصير. هو شي يريد الكفاءة، نكتب أول شي قانون الكفاءة، الكفاءة الحقلية. اتفقنا أنه الزمن، نستخدم قانون الزمن وليس قانون الإنتاجية، الزمن النظري اللي هو دائما يكون أقل قلنا، على الزمن على الزمن الفعلي. بس يا فعلي الزمن الفعلي الكلي، يعني بعد ما اضيف للدوران واضيف للاصلاح وغيرها. اذا انا ايش احتاج؟ احتاج احسب الزمن النظري. الزمن النظري شلون احسبه؟ تتذكرون هذا المثلث مال الانتاجيه اللي رسمناه؟ الزمن النظري راح يساوي لي المساحه على يا انتاجيه الانتاجيه النظريه. زين، المساحة عندي، نعم عندي موجودة 70 دونم. انتاجية النظرية عندي، نعم موجودة، استخرجتها بالفرع الف 2 بوينت هياتها 2.52. خلينا نشوف ايش قد راح تطلع عندي الزمن، ايش قد راح يطلع عندي. فمجرد ما اقسم 70 تقسيم 2.52 راح يطلع 27.7 ساعة. زين، الزمن الفعلي، الزمن الفعلي الكلي موجود عندي ما موجود عندي؟ عندي أنا فقط زمن الحراسة الفعلي اللي هو نقدر نستخرجه هسه هنا. نقول زمن الحرث الفعلي شي يساوي لي؟ يساوي لي أيضا المساحة على الإنتاجية، بس يا إنتاجية الفعلية. زين، 70 نفسها المساحة ثابتة مقسومة على هاي 2.2263، جبتها من الفرع ألف. خلينا نشوف ايش قد تطلع. 70 مقسومة على 2.263 راح يطلع لي 30، ناخذ في المرتبتين أو مرتبة ورا الفارزة، 30.9 ساعة. لهنا تمام، راح امسح الفرع الف حتى نكمل على نفس الصفحة. هذا الفرع الف خلنا نمسحه. الان شنو اللي احتاجه؟ احتاج اطلع الازمان الاخرى الاضافية اللي هي زمن الاستدارة، زمن الاصلاح والدوران، زمن العفو الاصلاح والضبط والتركيب. هاي الزمن الاصلاح والضبط التركيب ما عندي بمشكله، معطيني اياه جاهز، فقط اضربه في زمن الحرث الفعلي. فخلنا نجي نستخرج اللي قدام، نقول زمن، هنا راح اكمل لي فوق، زمن الاصلاح، هاي تعود كم له هو التركيب وال يعني في الحقل، شو يساوي؟ يساوي 6% 0.06. طبعا طلابي غلطون يكتبوها 6 بالعشرة ويطلع الناتج غلط.
مضروبة في شنو؟ في 27 لو في 30؟ لا، مضروبة في 30، لأن هو شي يقول من زمن حرث الفعلي مو النظري. ف 30.9 يطلع الناتج عندي كالآتي: 30 0.9 في 0.06 يطلع عندي 1.854. شنو؟ ساعة. دائما طلاب الوحدات لا تنساها. زين، هذا زمن الاصلاح خلصنا من عنده. ايش بقى عندي؟ بقى عندي زمن الدوران. نجي زمن الدوران شي يساوي؟ زمن الدوران يساوي عدد الاستدارات، عدد الاستدارات مضروبة في زمن الاستدارة. شوية الخط لأنه القلم ده يقطع. زمن الاستدارة الواحدة. زين، إذا شحت زمن الاستدارة الواحدة مطينية 20 ثانية، بس أحوله إلى ساعة قسمة على 3600. عدد الاستدارات، عدد الاستدارات شي يساوي؟ هذا كونه حسبه. عدد الاستدارات يساوي عرض الحقل مقسوم على عرض الآلة الفعلي. عرض الآلة الفعلي. زين، عرض الحقل موجود ما موجود؟ فاستخرجه، بس خلنا احتاج اذني خلي اكتبهن هنا حتى امسحهن. 2 7 7 و30.9. لاني احتاجهن، امسح هذا الباقي. سؤال بسيط بس شنو؟ تتبع الخطوات مالته، وايضا تحاول انه الوحدات تنتبه لها ما تغلط بها، وتكتبها دائما حتى لا تتيه اثناء السؤال. واذا مشيت في التسلسل الصحيح فما راح تغلط، يعني حتى لو يكون السؤال طويل لكن هو راح تقدر تجيب به درجة كاملة، لانه ما بي فشي صعب يعني صراحة. زين، نجي نكمل. عرض الحقل استقلنا نحتاجه، فنستخرج يقول يا بعرض الحقل شي يساوي؟ يساوي مساحة الحقل مقسوم على شنو؟ على طول الحقل. هاي الخطوات اللي هسه راح اسويها اللي هي من زمن الدوران وجوه راح تنعاد نفسها عندما يكون طول الحقل 2000، راح نسويها ان شاء الله ونقارن بين الكفاءتين. زين، هسه عندي مساحة الحقل ايش قد؟ هنا طلاب ايضا اريدك تنتبه، بعض الطلاب شي يسوي مساحة الحقل هي مو 70 دونم، يكتب 70 مقسومة على طول الحقل 800 متر، ينسى يحول الدونم الى متر مربع، فلازم شي يسوي؟ اضربه في 2500 على مود احوله الى متر مربع. يلا اقدر احل. زين، فخلنا نجي نشوف ايش قد يطلع الناتج. يطلع عندي 70 مضروب في 2500 ومقسوم على 800، يطلع عندي 218.75 متر. هذا شنو؟ عرض الحقل عندما يكون طوله 800 متر. زين، بما أنه عرفت عرض الحقل، إذا راح أقدر أعرف عدد الاستدارات، أقول إذن عدد الاستدارات راح يساوي لي عرض الحقل هياته 218.75 مقسوم على عرض الآلة الفعلي. عرض الآلة الفعلي قد استخرجنا احنا؟ مسحناه احنا، بس خلي اشوف هنا قد طلعناه. 0.35 في 5 هذا النظري، اضربناه في 0.9 اللي هو 1، اذا تتذكرون ومتابعين وياي، 5 7 5، هذا العرض الفعلي. يطلع الناتج، شوف ايش قد يطلع الناتج: 218.75 مقسومة على 1.575 يطلع 138.8 استدارة. زين،
بعد ما عرفت هذا الشيء راح اجي اعوض في زمن الدوران. زمن الدوران شو يساوي؟ نقول اذن زمن الدوران بعد ما اجي اعيد القانون هيئته هذا القانون مالته، عدد الاستدارات انا حسبتها يساوي 138.8 مضروب في شقد زمن الدوران الدورة الوحدة 20 ثانية، لكن حقسمها على 3600 حتى احولها الى ساعة. خلنا نشوف ايش تطلع عندي. مضروبة في 20 ومقسومة على 3600 راح يطلع عندي 0.771 شنو ساعة. هذا زمن الدوران. هسه صرت مؤهل انه استخرج الزمن الكلي في حال طول الحقل 800، فاقول اذا الزمن الفعلي الكلي شو يساوي؟ يساوي زمن الحرث الفعلي زائدا زمن الاصلاح والتركيب زائدا زمن الدوران او الاستدارة، ويساوي نجي نعوض زمن الحرث الفعلي ها طلعناه 30.9 زين، زائدا زمن الاصلاح حياته 1.8 1.854 زائدا زمن الدوران هذا 0.771 نشوف ايش قد يطلع هنا 30.9 زائدا 1.854 زائدا 0.771 يطلع عندي 33.525 ساعة. ها هي لا بعد خطوة واحدة، شنو هي الخطوة الواحدة هنا راح اكتبها؟ الخطوة الواحدة شنو؟ احنا نريد نحسب الكفاءة، فنقول اذا الكفاءة الحقلية ايش راح تساوي لي؟ راح تساوي لي هاي كتبته ما راح اعيد القانون، الزمن النظري اللي هو ايش قد؟ هذا 27.7 27 هذا الزمن النظري ما راح يتغير سواء كان طول الحقل 800 او كان طول الحقل 2000 نفسه هو راح يبقى انه زمن نظري 27.7 مقسوم على 33.525 ما بس خلي هاي تكتب زين نشوف ايش قد تطلع. طبعا في 100% طبعا هاي انتم تعرفوها ما راح انا اكتبها لانه ما يكفي المكان. 0.7 مقسوم على 33.525 يطلع عندي الكفاءة 82.6% يعني طلعت لي هيك ديسيمال اللي هي كسر، فانت من تضربها في 100 راح تطلع عندك 82.6%. هاي شنو؟ هاي الكفاءة عندما طول الحقل يكون عندي 800. نفس الخطوات راح اعيدها بس ما راح يعني اغير، بس اغير شو اسمه، عندما يكون طول الحقل 2000 فعرض الحقل راح يختلف. هنا مساحة الحقل على طول الحقل، طول الحقل المكان ما كان 800 ايش راح اسوي؟ راح اسوي 2000. هنا راح اكتب 2000، راح اكتبها بغير لون حتى تعرفون. هاي 2000 هنا. من صار طول الحقل 2000 راح شي يصير عندي؟ راح يصير عندي 70 دونم في 2500 هاي تحويل مقسومة على 2000 راح يطلع طول عرض الحقل ايش قد؟ راح يطلع عرض الحقل 87.5 متر. زين هنا راح اشيل هذا بعد لانه هذا العرض عندما كان طول الحقل 800 راح اشيله، راح اخلي يا رقم مكانه راح اخلي 87 اللي هي 87.5 الناتج راح يطلع كالاتي 1.575 يطلع عندي 55.5 هنا 55
بوينت خمسة شنو؟ استدارة. زين، هنا زمن الدورة راح يصير عدد الاستدارات مو كان 138، تغير صار عندي شنو؟ صار عندي 55. اكتب هنا 55.5 وامسح هذا الناتج لانه اكيد راح يتغير. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 55.5 مضروبة في 20 ومقسومة على 3600، راح يطلع عندي 0.3 واحد بعد التقريب طبعا ساعة. زين، هنا من اجي اطبق امو كان ما كان 0.77، هذا هنا 0.77 راح يصير عندي 0.31. فاجي من اجي اجمعها راح يصير عندي 30.9 زائد 1.854 زائد 0.31، يطلع عندي 33. هذا امسح الناتج. هنا هو نفسه 33 بس الكسر راح يختلف. اقول هنا 33.064 شنو؟ ساعة. الكفاءة ايضا راح تختلف المقام فقط لانه البسط هو قلنا نفسه. الكفاءة صارت عندي قسم هنا على 33.064 راح يطلع عندي كالآتي 27.7 مقسوم على 33.064 يطلع عندي 83، يعني 0.83 وهنا 8 بعد التقريب، يعني طلع 83.8. فصار عندي الكفاءة الثانية. الكفاءة الأولى ايش قد طلعت؟ طبعا اطرح الكبير من الصغير. الكفاءة الأولى ناقص الثانية او الثانية ناقص الأولى راح يطلع الفرق بالكفاءتين، راح يطلع في شيء بسيط يعني 1 بوينت فد رقم اللي هو الفرق بين الكفاءتين. هذا هو حل هذا السؤال، ما به صعوبة لكن هو انا اقول لكم مطول شوي. زين، ننتقل الى السؤال اللي بعده. اتصور اذا اكو سؤال بعده. طلاب، هذا السؤال بسيط، يقول احسب الزمن اللازم لعزق 62.5 هكتار اذا كانت سرعة العزق 8 كيلومتر بالساعة والمسافة بين خطوط النباتات 60 سنتيمتر وخمس وحدات عزق والكفاءة 80%. نجي الزمن، من يطلب الزمن اللازم؟ احنا اخذتوا هذا المثلث، قلنا الانتاجية يساوي مساحة على الزمن، الزمن يساوي مساحة على الانتاجية. فاذا نكتب الزمن يساوي المساحة على الانتاجية، يا انتاجية الفعلية، لأن اذا تحسب النظرية يطلع عندك الناتج غلط يعني مو صحيح. المساحة مطينيها 62.5 هكتار على الانتاجية، هاي مطينيها، فأحلها بخطوة إضافية حتى بعدين أعوضها. الانتاجية الفعلية، زين، الانتاجية الفعلية شو تساوي؟ تساوي العرض في السرعة في الكفاءة مقسومة على 10,000، لأنه بالسؤال هو يريدها بالهكتار. فهنا ايش راح يصير عندي؟ بس ثواني طلاب، العرض راح اعوضه مباشرة، ما راح اسوي خطوة اضافية. 60/100 مضروب في عدد الوحدات اللي هي 5، هذا العرض، مضروب في السرعة اللي هي 8 كيلومتر بالساعة، مضروب في ألف على مود حول إلى متر، ونقسم على 10,000 حتى نحول إلى هكتار. ها، مضروب في الكفاءة، الكفاءة اللي هي 0.8. زين،
الناتج راح يطلع كالآتي. خلينا نشوف ايش قد يطلع الناتج عندنا. هنا عندي 60 مقسومة على 100 مضروبة في 5 مضروبة في 8 مضروبة في 1000 مضروبة في 0.8 ومقسمها على 10,000، يطلع عندي 1.92. 1.92 شنو؟ هكتار بالساعة. هاي هكتار بالساعة. إذا هسه ما علي إلا أنا أعوض بالزمن. نقول إذا الزمن اللازم راح يساوي للمساحة اللي هي 62.5 مقسومة على 1.92، والناتج راح يطلع كالآتي. يطلع 32.55 ساعة. هذا هو الزمن اللازم. هذا إلى هنا نصل إلى نهاية الأسئلة المطلوب حلها. وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار ممكن أنه نلتقي في داخل الكلية وتسألوني. تحياتي لكم وإلى لقاءات أخرى إن شاء الله.